السلام عليكم يا صحاباتي يا خواتاتي يا بنياتي يا وليداتي، مرحبا بكم. وانا شاركت معكم اليوم الاجواء ديال السبوع، والسبوع ديالنا القاعده اللي تنديروا في السبوع ديالنا. بحال اللي راكم معانا وتابعونا ان شاء الله. يلا من بعد هو طبلنا الدجاج. يا بسم الله على بركة الله. احنا درنا هنا الزبدة. بسم الله في الزيت. هو دابا الدجاج ديالنا طيب تقلى، غنوريكم التغميرة. نوريكم التغميرة اللي درنا البارح، ديك البصلة اللي وريناكم، ديك البصلة اللي وريناكم سلقنا، سلقنا الكبادي والقناصي وقطعناهم ودرناهم فوسط، درناهم على ديك البصله اللي كانت مسلوقه. ستينا هي الضغميره ديالنا، ها هي هذه الضغميره ديالنا. ها تنحركوا بحال هكا، ها وتنهزوا غير، هي الضغميره ديالنا. ايوا هو الدجاج تيتقلى وبقاو معانا حتى نحطو. هادي باش نزوقو، غادي نحطوها فوق الدجاج. هادي فوق الدجاج. اذا دابا نقول لهم على شويه، على من على من بسلامه، على من نبقاو نحطو ونوريوهم. بعد ما طاب الدجاج ديالنا احنا تنحطو. بسم الله على بركه الله. دابا اللوز غير تفرتيه، اللوز غير تفرتيه. هاك يا اختي، شي هاك يا المرضية. الدجاج ديالنا تبارك الله على الحبه. الله يبارك فيك، الله يبارك، تبارك الله على الطيابه. سمحوا لينا الا كان شي اييه، سمح لينا الا كان شي وحده تتوهم تسمح لنا. هذا هو الدجاج ديالنا ديال العراس، هذاك الليمون مصير مع الليمون مصير وتنديروا الهريسه وريضه وريضات. قول عندك، قول عندك، قول عندك. ايوا بالصحة والراحة.
ايوا وسينونا حتى انا نوريكم الطاجين والشكا. حنا ما صورنا لكم الطاجين ديال اللحم، دابا ها حنا تنوريه لكم محطوط. دابا حنا ها تنخضرو برقوق ولا ناضناص. شدي فاطمة هذا، شدي شدي هذا، ريحي ليه ناري ليه فاطمة هذيك لهنايا، ناري ليه لهنا هاك شد شد ولدي هذا شد، هاري ليه فاطمة داك القلقع لهنا، ناري ديري المرقة ديري سيا هنا، قري ليه لهنا ناري. هذا هو اناناس تنديرو تنخضرو بالبرقوق والاناناس والقلقاع. هاكا ولدي هاكا حمزة صافي حتى نمشيو للطريقة السفة. خالتي دابا هاد السفة غادي تدير هاد السفة تنديروها في هاد المول ديال المسكوتة وتنبقاو ندكوها هكا ضروري تبركي عليها مزيان. اه تبرك عليها باش ترصى. خالتي المشاهدين قال لك حنا كاع ما كنعاونوش. لا تتعاونوني غير انا تنبغي نبان للمشاهدين ديالي. ياكي هادي كرموس والقرقاع والتمر. هذه السفة بالكرموس والتمر والقرقع والعسل. صافي اختي
هادشي سمحوا لنا على الزربه حيت دابا قبالي لي سنه وخص ضروري دغيا تحت الصفار على داكشي كتشوفوا جوج اللي كيتحاموا باش يزوقوها لالا حدا عليا راه شويه عيات عييت صافي عييت اخوتي صافي والله يسمحنا نشفعك امين دوز دايف العسل اللي تنديرو في هذيك خالتي دابا هادي عسل حقيقية ولا حرة حرة جيبها من عند واحد الراجل تيبيعها تندورو القرقع والتمر في الوسط والقرمص مع الجناب وزلافه ديال العسل في الوسط صافي صافي دابا العسل يا سميره صافي السلام عليكم الله يهنيكم وبالصحة والراحة وسمحوا لنا اللي تتوحم تسمح لنا بزاف وبالسلامة عليكم